صح في توتر، بدنا نتائج إيجابية، بدنا مصادقة، وبدنا نروح من هون على البيت تخطيط بناء جديد اللي يحل أزمة السكن لأبناء حرفيش لما يقارب بين 18,000 ل 20,000 نسمة بالمستقبل. إن شاء الله النتيجة تكون نتيجة إيجابية، ولقد خطرنا. في توتر في توتر في توتر. هي ديون بكاب الكحول الخداش بتقنيه المتار של كفر خرفش. هذا عيد لحرفش، هذا عيد لحرفش، هذا عيد لحرفش. بشرى لمين بدك تبشر؟ بشرى سارة لكل اهل حرفش، اهلي اخواني اصحابي الجميع. اليوم كان مصادقه الخط الازرق مع كل بيوت الموجودين المعماريين بقلب الخارطه الهيكليه، بقلب خط تخطيط البناء الخط الازرق. وهي بدي أشكر ناس كثير، ناس كثير وقفوا جنبنا اللي ساعدونا. الشيخ موفق طريف اللي بكل محل طلبنا منه أنه يجي وقف معنا، رؤساء المجالس الإخوان وجيه جبر مش من اليوم، بس احنا شايفينهم هون، بس اشتغلوا على مدى كل السنين اللي مرقوا على بناء أنه احنا نوصل للوضع اللي احنا وصلنا له. أعضاء الكنيسة، رؤساء المجالس السابقين، الإخوان المجلس، المهندس اللي موجود حدي. أولا مبروك لأهالي حرفيش، مبروك لكل القرى الدرزية، لأن هاي فاتحة مش بسيطة نصل لهذا الوضع. تين أود أن أشكر العمل، مش بس عمل شخصي، إنما كانوا هناك شركاء، الشيخ موفق، أعضاء الكنيسة، رؤساء مجالس الأخ جبر، رؤساء مجالس سابقين كانوا في حرفيش، و والأخ مفيد كلياتهم كان إليهم قصد. اليوم يجينا لهون على أساس يعني كان في خط أحمر اليوم، أو إحنا البرمجي تبعت حرفيش وبعدها القرى الدرزية، لأنه كان في بيت حد ثلاث بيوت انبنى من بعد، فهين كانوا بدهن يهدموا الهملتسا تبع البوديكت إلى هرسة أربعة بتأهبتين. يعني كان توصي توصي خاصة وطلبات هذا بمساندة مسرادها مش بتيم. فأنا بقول اليوم ومكتوب كمان، فمن بعد كل هذا الديون من الصبح لسا على هذا الموضوع، يعني أنه أقنعنا أنه لا يجوز بعد ينهد ولا أي بيت في هاي القرى، لأنه إحنا بدنا نوصل لموافقات واتفاقيات. مشكلة مش مشكلتنا، مشكلة للي ما خططش. اللي ما خططش هو خطط انه ما يخططش، اللي ما خططش هو خطط انه ما يخططش، اللي ما خططش هو خطط انه ما يخططش.